السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال كيف قلنا ما كيمشيوش. الله يحفظكم ويجيكم جميعا، اللهم يسر الجميع ان شاء الله. واحد الحميمة غادة مسكينة شادة الطريق، هذا نيشان راهي غادة. كيف قلنا كي بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال. شوفوا شنو كاين هنا، كارني سبيد. بالنسبه خوتي، واحد الحمامه، والله الا حمامه هادو، والله ما شفت هاد الحمامه. سحميه وفيها باك مانيتيك ديال البنزين. سحميه ما كانت عندي حتى هي حتى كانت تخرج. باك مانيتيك ديال البنزين، والله ما شفتها، والباب محلول. ومن شحال وانا كندور ودخلت الدار بحال هكا، وشحال قيدت من حاجه وما رديتش البال لهاد الحمامه هادي. والله ما رديت ليها البال، بالله الجليل. حمامه ديال التلقاء، واش من تلقاء الله اعلم. حنا غادي نشدو هاد الحميمه، لقى صغيره بانت ليا. خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. نشدو هاد الحميمه نشوفوها كي دايره. والله ما علمت عليها شي حاجه. شوف البزقه اللي بزقات، شوف هادي البزقه اللي بزقات هنايا، ها البزقه الثانيه. حنا غادي نشدوها وغادي نشوفوا بين 2021. رحمة الله الخوت، بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، ما كاين ميشوش كيف العاده. الله يحفظكم وينجيكم. حنا طلقنا الخوت الحميمات دوكو، والجو راه ممطير بانت ليا. الشتيوه كاينه، الجو راه ممطير. حنا طلقنا الحميمات، ها هما يطيروا ان شاء الله كيف كتلاحظوا. اليوم الخميس ان شاء الله، غدا عندنا جمع الحمام المطلق ديال 290 كيلومتر ان شاء الله وبالتوفيق. اليوم راه غادي نعطيهم الاكسترا، راه عطيتهم الاكسترا في الصباح، وعطيتهم الكارنيتين في الماء، لاني عطيتهم الزيت وعطيتهم داك الكريس باش الكارنيتين يطحن داك الشيء. يلا خليكم معنا الخوت، نخلطوا لهم بعد الماكله ديالهم مع الحميمه الطايرين في هذا الجو البارد. والله ما يسير، الله المستعان. خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كيبغيونا، تحيه لهم من هذا المنبر. كيف قلنا بالنسبه للماكله الخوت، درنا داك السبور اللي خلطنا وزدنا مع هاد العيبات هادو، الماكله ديال الفراخ هي اللي غادي نزيدو ان شاء الله. وبالنسبه للحمامه اللي طاحت لي عندنا، حنا غادي نوريكم البار ديالها. خليكم معنا. بالنسبه لديك الحمامه الخوت اللي شفتو اللي طاحت عندنا، حنا غادي نوريكم البار ديالها. راه طنجاويه، انا ما كنظن ذكر طنجاوي، هذاك ذكر طنجاوي الخوت. حنا غادي نوكلوه، راه مهلوك بزاف كيف قلنا، مهلوك بزاف. غنديرو طول يمين هنا، وقسما بالله الخوت ما علمت عليه شي حاجه. باب محلول وكنت مخرج الذكر ديال الحنقوره. هذا طول يمين، رجع البركه هادشي غير باش يلصق لينا هاد الاكسترا انرجي. كيف قلنا الخوت، والله ما علمت عليها شي حاجه. الحمامه اللي في الكولوار قسما بالله ما علمت عليها. كنت طالق ديك الطوبي ديال الحبوره، كنت طالق الطوبي ديال الحبوره، و 100% هو اللي جابو، 100% هو اللي جابو، 100%. دخلنا الطوبيل، الباب بقى محلول. الباب كي شفتو راه مكرابين في الفيديو، الباب راه كان محلول. وهذاك الدكير الصلصالي هويا، هذاك الدكير هنا لداخل واقف فوق الاخر، فوق هنا. دابا قبل ما نعطيو الحمام، غادي نغسل داك البزق اللي بزق ليا تما في الشجنه، داك البزقات اللي بزق. الله يجعل البركه في الاكسترا انرجي. الماكلة واجدة، نرجعو هادشي هذا ديالنا لبلاصتو، وخليكم معنا. حنا غادي نولعوكم في داك الدكار اللي طاح عندنا، فيه لقيت فيه الباك ديال طنجة، طونجي. خليكم معنا. كيف كتلاحظوا الحميمات هما طايرين، راه ماشي شي طيرة
نقولوا زعما هازين ولا داروا سبعة السوايع ولا عادي طيران عادي الخوت شي طيران عادي ماشي شي طير نورمالمون دابا راه الجو بارد خصهم يطيروا مزيان وانما ما عندنا ما نديرو ها ما باغين يهبطوا انت ما عندنا ما نديرو حنا غادي نغسلوا هاد البوزيقات اللي بزق لينا هذاك الذكر اللي جا هذاك الذكر ديال عباد الله مزق لينا هاد البزقه خضره هنا وهاد البزقه خضره هنا هاد البزيقات اللي هما اللي بزق لينا غادي نحيدوهم دابا نكحز هاد المعيفات غادي نجيب اميها وغادي نخويها هنا ان شاء الله وخليكم معنا تنغسلو هنا انا الخوت شوف خوت عليها الماء كي ولات كدير ها هي شوف شوف شير بزق لي بزق لينا الذكر ها شوف شوف الخضريه ولينا هادشي غا ديال الجوع الخوت غادي نغسلوها دابا حنا غادي نغسلو هادشي دابا كيف لاحظتو بحال هكا ندوزوه من تحت الباب من هنا هكا نعاود نخوي اميها هنا والله اعلم الله اعلم يكون مسكين راه مهلوك بان ليا الصحه ديالو علم الله دابا اش من مطلق هذا اش من مطلق اللي طالقين طنجه والسير اللي فيه واحد السيره صغيره الاخوان صافي دابا مزيان الامور مزيانه غنجيب دابا جفاف وغادي نجفف هادشي وخليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا خليكم معنا راه فيهم الاينات الاخوان هنا كاينين الاينات دخل 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 الشيوه بدات كتقطر واحد شي شويه اللهم بارك الله يرحمنا الله يعطيها لك النفع كيف قلنا هنا راه كاينين بعض ديال الاينات كاينين هنا مع هاد الحمام هذه الامنتا هذه اللي هبطات راه ما مصبوغاش راه هي موت شنيبرات دخل 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 كيف كتلاحظوا الحميمات بداو كيهبطوا ان شاء الله انا دابا غادي ندخلهم ونعطيهم ياكلوا شي ما لقاوش الماكله لتحت كيطلعوا فوق السبوتني غنولعكم في هذاك الشنابير اللي طاح ما نقولوش نبغي بعدا شويه غنوري لكم ان شاء الله ما باقين بعض الذكور كيف قلنا راه كاينين بعض الاينات هنايا وهاد الاينات ان شاء الله هما اللي غادي يمشيو باذن الله غادي يمشيو المطلق ديال بكرا منهم هاد الانثى هي دخل 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 بقاو جوج ديال الذكور هما يا جايين تيفلكوا كيف قال الاخ رضوان ازولاي تحيه لخويا رضوان تحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كيبغيونا وكيسالوا علينا واحد هبط باقي ذكر واحد دخل 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 وندخلوا لداخل الخوت نعطيهم ياكلوا راه شتم بحال شبعان هنا هاهو هبط شتو ندخلوا نعطيهم ياكلوا ومن بعد نوريكم الخوت هذا الذكر هذا اللي طاح ان شاء الله راه غادي نوكلوا راه شتو ضعيف راه حطيت ليه شويه ديال الماكله راه هو درتو ليه غنوريه لكم بعدا باش ما تقولوش هذا كيهضر ولا كيدير ها هو فين حطينا الخوت هنا درنا في هذا المكتب درنا شتو ها هو شتو صلصالي كيقولوا صلصالي سحمي فيه باك 2021 باك زرق ديال الاتحاد ديال طنجه هذا راه كيف شتو في الفيديو محطوط يعني ذكر جا هبط مسكين ودخل يلا ندخلو نعطيو الحميمات ياكلو بعدا راه باغين ياكلو ما كاينش اللي غايشد معانا التليفون حنا مسيرين مع الوقت حنا مسيرين مع الوقت نديرو هاد اللعيبه كيف العاده خل 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 خل
خل خل خل خل خل خل خل خل مشيو عطاني الجهه الاخرى باش الحميمه تيجي يهرموا لهنا. باقي هذوك كاين. دخل دخل اوليدي دخل 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 غادي ان شاء الله دخل نخرجوا هذا اللي عنده الوليدات. اللهم بارك وزيد في ذلك. الحمد لله مشيو نتقنتوا ليه لان هاد البلاصه مجموعه فيه بزاف. مشي الله يهربوا الجهه الاخرى. سيرك حلو سيره غتمشي مطلق الجهه ان شاء الله. انا الخوت هادو هما الذكور واللي راه فيهم الاناث فيهم اللهم بارك على ما اظن على ما اظن شي استدنتيوات اللي يمكن لي داير معاهم بحال هكاك شي استدنتاوي اللي داير معاهم. حنا عطيناهم ياكلوا غادي نخرج لهم الماء ديال الصباح اللي حطينا لهم في الصباح. الصباح عطيتهم كلاو الوجبه الاولى في الصباح راه كلاوها نفس الديكور. درت لهم الانيرجي داك ماشي اكسترا انيرجي ديال الشركه ديال طوليسان اكسترا انرجي اللي درت ليهم مع بالغازول. كان شاط ليا داك شويه بالغازول اللي شاط راه خدمناه دابا صافي سالا بالغازول. هذا ما كان دابا بالغازول سالا وسالا ليا حتى الكارني سبيدرال كارنيتين شيفين محطوط حيت الحال مبرد عليه حطيته تماك راه باقي في غاش شويه. انا نزومي لكم شو شحال باقي في الكارنيتين. باقي تقريبا مره وحده سالات الحفله وضربوا لينا نتوما و سي اخنو زيد لينا في الاثمنه زيد في الاثمنه الله يرضي عليك. راه هادشي اللي درتي راه ما كاين والو غازيد زيد. وانا راه واحد من هادوك اللي صوتوا عليه والله حتى ندمت على صوتت عليه بالله الجليل على رقبتي حتى ندمت اشد الندم لان دابا كلشي تزاد ولينا كنضربوا الحساب ولينا بحال ولينا ولاد الجوع والله العظيم حتى ولينا ولاد الجوع. يلا البنت بغات الفريت قالت لي امها لا ما كاينش الزيت. يلا وشنو شنو هادي واش هادي ماشي بسالة هذا ماشي المرض ماشي الزبل هذا ديال الزبولات. وسمحوا لي الخوت الا تنيرفيت ولا شي لعبه بنتك تبغي شي حاجه تقول لي امها لا ما كايناش الزيت راه حشومه وعيب وعار والله العظيم تعيب وعار هادشي هذا اللي كيديروا في الدوله المغربيه. وراه بغينا سيدنا يسمع هادشي يعرف شنو كاين والله يهدي ما خلق وصافي هادشي اللي نقولوا بلا ما نبقاو نزيدوا نطولوا في الهضره. دابا هما المشكل ديالهم هما داك الكروش الحرام وعندهم واكلين كيف قلنا كيمشيو يشريو داك التفاح ديال التيكيت المستورد. تفاحه فيها 2 كيلو غير تفاحه وحده فيها 2 كيلو. البنان تياخذوا البنان داير بحال تنقول لكم بلا ما نقول لكم بحال اش البنان راه بنان بحال الشجر ديال ما ديالاش كل بنانه فيها 2 متر والله ديما خلق وصافي. يشوفوا من ناحيه الفقير ومن ناحيه الدرويش حنا راه غير دراوش اللي خدام ب 44000 واش غادي يطفروا وعندو بزاف ديال الحوايج عادي. لا بغى زعما لا عنده شي هوايه ولا عنده شي لعيبه كيمارسها ولا شي حاجه عادها زعما حنا غادي مازال غادي نحلموا غنديروا الطوموبيل زعما نهزوا وليداتنا نديهم نساريهم بحال عباد الله وغادي نديروا هادي ونديروا هادي. طز يا ودي يا ود عشنا بكري. واحد قال لك لا راه بحال هنا بحال اوروبا. اوروبا كتعاونهم اوروبا كتعاونهم اوروبا كتعطيهم فلوس كتعطيهم المعونه كتعطيهم الماكله القص ديالهم كياخذوها كياخذوا اي حاجه. يعني اوروبا الله يعز اوروبا علاش بنادم كيمشي يحرق وكيبغي يموت وكيغامر كيغامر نيت المغامره ديال الموت علاش من اجل لقمه العيش. والله كل لقاه هنا في البلاد ما يمشي حلف عليه بالله كل لقاه هنا في البلاد والله ما يمشي. حنا ما كاين غير زيت في ليسان زيت في المازوت زيت في زيد زيد في الطحين زيد في الخبز زيد في الدقيق زيد في هذه زيد في هذه. وانت موت ما موت انت ما انت ديما حشره تحت الصباطي. انت حشره تحت الصباط حتى واحد ما يسوق لك الله ياخذ فيهم الحق كاع اللي كان السباب الله ياخذ فيه الحق. واش شنيبر ما نقولوش شنيبر ولا ذكر ها هو ديال الاخ عصام 36 ها هو هو هذا الطرفاني. دابا غادي ندخلوا الحميمات الخوت ما غنزيدهمش باش يهضموا داكشي نحط لهم المويه اللي كاينه ليه غنخرج النتيوات كيف العاده يطيروا. راه خرجناهم في الصباح راه طاروا الخوت في الصباح باش نعطيكم معلومه. راه الحمام طار في الصباح وراه ما طارش مزيان خليته بشويه عليه
انتيوات راه طارو. وبالنسبه لداك الشنيبير الخوت ولد الجوجه اللي عندي هنا في الدكوره، داك الشنيبير الطوبي محروق ملقط في راسو، تبارك الله اللهم بارك. شد معاهم ما نعاودش ليكم، والله العظيم الا شد معاهم علاو به انتوي علاو به ودخلوا به الحين بيعات. وتنقول يا ربي ما يتلاقاوش مع شي حمام اخر، يا ربي ما يتلاقاوش مع شي حمام اخر. والحمد لله تلاقاو مع شي حمامات ولين داكشي قليل، والحمد لله بقى حتى جا معاهم تاجا. هادشي اللي كاين دابا، الحميمات كيف كتلاحظوا ما كياكلوا، يعني هاد الطريقه باش كياكلوا الخوت. شوف راه ما كياكلوش ديك الطريقه الهمجيه اللي قلنا. ها انتي وتا هي وحده هي حاله كاع انتوي 2020 دخلناهم لهنا. وحاجه اخرى بالنسبه اللي كيوصل الهضره، اللي كيتفرج في الفيديو وكيعيط لبنادم تيقول لي راه جبت سميتك وانا ما قلت لكمش قولوا لفلان، راه ديك حاجه خايبه. ديما كانت شي حاجه بانت لك زوينه ما تبقاش تشري السلك. ها انت هي اللي كتوصل الهضره، معيط لبنادم كتقول لي راه جبت سميتك، راه قال فلان وقال فرتلان. حشومه، الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. راه هذه كتسمى بحال كتلصق السلوكه مع بنادم. انا ضروري غيعيط لي بنادم يقول لي فلان قال لي مثلا، وحنا ما كنقولوا حتى كلمه العيب، حنا غير اللي كاينه كنلوحوها فوق الطبله. انا كنحاول ما امكن قلتها مرارا وتكرارا في هذه القناه، في القناه ديالنا جميعا، كنحاول ما نكذبش، كنحاول لان فيها الكذوب بزاف. حنا ما نقولوش الاعلاميين، ما غنجبدوش الاعلاميين، حنا غير كنقولوا الكذوب، حيت الكذوب راه كاع نقولوا كاع بنادم تيكذب. تيقول لك كذبه بيضاء زرقاء، كل واحد عنده الكذبه كي دايره، كاين اللي عنده ليمونيه حمراء زرقاء. حنا كنحاولوا ديك الكذبه الزرقاء ولا الليمونيه ولا البيضاء ولا كيف ما بغات تكون، كنحاولوها في القناه ما تكونش. كنحاولوا القناه تكون صافيه، قناه شنقول لكم، قناه ديال الدراوش وقناه حقيقيه وقناه اللي ما فيهاش الكذوب. حنا ديكلارينا مشاو ليا 20 حمامه، نقول لكم مشات ليا 20، اما لا مشات ليا حمامه، نقول لكم مشات ليا حمامه. سالات الحفله ماشي ورا ضاع ليا الحمام وانا نبغي نبين زعما راني حمامي واعر باش نبيع. انا لا نبيع شي حمامه، فهمتي، انا مولوع، انا ماشي ديال البيع والشراء. نقولها لكم، الا كان جاب الله شي واحد بغى يشري ما كرهناش، بغى شي واحد يشري من عندي شي حمامه ولا عجبته شي حمامه ما كرهتش نبيعها، وانما باش انا ندير هادشي باش نبيع ونشري، ما كنبيع ما كنشري. انا مولوع، انا كنحب الحمام، كنبغي نكرسي بالحمام، هادشي اللي كاين. انا باغي ديكلاري نجبد ابطال. لي ديكلاريت بحمامته من هاد المنبر، راه لي ديكلاريت بحمامته الله كيشهد عليا الى يوم الدين، لي ديكلاريت بحمامته غنقول ديكلاريت بحمامه ديال فلان الى خدات البري. راه النهار اللي خديت من عند سعود وكنت كنديكلاري بحمامته كنت كنذكرو سعود، ما بقاش حمامه خدام، راه ما بقيتش كنذكرو. نهضروا في الواقع، دابا عيط لي سعود يقول لي علاش تقول ولا قلتي ولا، انا كنقول لي كاين ابا من ابا وكريها من كريه، حنا ما كنسرقوش. ها هو الذكر ديال سعود، تحيه لخويا سعود، ها هو الدفلي هذاك، كنت كنديكلاري به الدفلي ويموت لي الحوت هذا 2019. والله الا كنت كنديكلاري به كان كيجيني مع الاولى، ديما هو الاول، ها هو الدفلي هذا تبارك الله. دابا راه شتو مات لي الحوت العام اللي فات، ما ديكلاريت به، كان مريض، كان في لا ديار، كان كيبزق داك البزقه جاريه وميها وهذا وهذا. هاد العام راه بزقه عنده مزيانه، راه ما كيديكلاريش، ونتمنوا في الدومي فو يديكلارو، هو كان كيديكلار في الدومي فو. وبالنسبه لاخوان طاطو، واحد القضيه عاوتاني معلومه اخرى بالنسبه لاخوان طاطو، راه ما قالوش ليا حمامو كيلعب في الفيتاس، باش نعرفو. شتي واش بكات الخوت، شتي واش بكات، ما قالوش ليا حمامو كيلعب في الفيتاس، راه قالوا ليا الحمام من الدومي فو كيلعب. هذا ما كان، باش ما نبقاوش ناولوا الهضره، وهذا ما كان. حنا غادي نخرجوا نتيوا تيطيروا في هذا الشتيوا هذا ان شاء الله، وغادي يدخلوا نعطيو من العيبه في الجعيبه. تحياتي لكم جميعا، والله العظيم اني احبكم في الله، يلا وخليكم معنا. الشتيوا راه سبحان الله العظيم كتصب. وبالنسبه للنتيوا يلا دخلنا دابا الذكور الخوت. بالنسبه للاناث، ها هو الشنيبر تبارك الله، شتو هو هذا، اللهم بارك يا ربي تحفظه ويا ربي تحفظه، هو هذا يا ربي تحفظه ما يضيعش لينا. هو نورمالمون ما خاصيش نبدا نطلقوا مع الحمام، لان ولا كيشد معاهم، هذا راه كيطير بوحدو لانه ولا كيشد معاهم. حنا غادي نحلوا الحميمات يخرجوا. راه الشتيوا كيف كتلاحظوا انتم الخوت، الصطيح هو فزك، الشتيوا راه بدات كتصف، نمشي نسد المكتب على ود داك الاكل اللي بقى ليا، الحمام باغي ياكل ليا من البانيو وفيا الهضره بزاف. وما تنقول لكم صبروا معايا الخوت، خرجوا البنيات، خرجوا البنيات، خرجوا يا ابناتي. انت ولا كانوا عندي تبارك الله بزاف ما قلالو، واش خرج ها ماما طاحوا الماكله. شوف 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 شوف.
طيرو 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 سولح فاتي سير. شنابي راهو ودخل هذا ما بغيتوش يطير هذا خليه يدخل مزيان صافي خلي الحميمه تا يطيروا شبعوا طيران يهبطوا نعطيهم ياكلوا. الذكور كيف لاحظنا الخوت بالنسبه للذكور الامور طيبه. اللي غادي نصيفط لبكره على الخوت ودعيو معنا الله يرحم لكم الوالدين غنصيفط ولد البلجيكي هذا سمو الدبلوم هذا وغادي نلاقي الام ديالو والاب ديالو الام والاب هما عندي بجوج غادي نلاقيهم غادي نصيفط واحد فيهم وغادي نصيفط الانثى اللي مع رايه ديال سعود دبر راسها تمشي ل 1050 كيلومتر انها ما دارت والو العام اللي فات هذيك الانثى رايه معاه ما دارت والو كانت مشات ليا فشي مطلق وانما جاتني بالشرف ديالها كيف كنقولوا جات بالباك مانيتيك ديالهم مغيصه الله اعلم بحال كانت فشي فيرما ولا شي حاجه. غادي نصيفط هاد المتواطو بيا ها هي يمكن وغنصيفط الدفليه اللي حداها وغنصيفط واحد الدفليه راه هي باك بيض وغنصيفط هاد الجوجه هادي راه اللي في لوكار ليها وغادي نصيفط هاد الجوجه هادي هي راه هي لتحت لوكار اللي فوق لتحت هادشي اللي كاين وتحيه لكم. ودابا ان شاء الله راه طلقنا الحميمات الشنيبر باغي ياكل نخليه يضرب تماك القص مع راسو اجي نوريكم الخوت الشتيوا كتصب الشتيوا راه كتصب الله يرحمنا يا ربي تعطيها على قد النفع والله الا فرحتنا الجيلي ديال الخدمه غيفزق ليا المرض غيفزق ليا الجيلي ديال الخدمه حيت جيت في الصباح وحيدته باقي ما فزقش حيدته في الصباح نعلقو هنايا نعلقو في الباب هنا نشوف نعلق ما يمكن فين يتعلق انا والله ما كاين فين يتعلق الخوت مشي نهبطو ونجي خليكم معنا صافي مشينا هبطنا الخوت شوفوا الاجواء من هنا هذه الحومه الزنقه راه بدات كتنشف ها انتوما ها الحميمه تاهم اللهم بارك الهامستر ديال البنيه خصني نحيدهم ليها من الشتا نحيدهم ليها من الشتا كيف قلنا الخوت راه الشيوة كاينة تبارك الله الشيوة كاينة هذا هو المكتب ديالنا ها هي الحميمة غنجبدوها دابا هي غطلع دابا الكتكوتة وتحية لخويا خويا جواد من جديدة وخويا يوسف من كازا خويا يوسف ديال انجلترا والكازا ويعيشوا في دولة انجلترا وتحية لخويا حسام من كازا تاهو وخويا خالد من فرنسا وخويا كريم المحمدية وخويا انوار من المحمدية وخويا يوسف من الرباط اللي دام عندي الصبليوني تاهو تحية للحميمة راه طايرين احنا غادي تجيب نيا وغادي نجبد لكم هاد الحمامه هادي كيف كتلاحظوا هاد الحمامه ذكر وباقي صغير باقي الشنيبر لانه باقي ما نطيحه هي الكتكوته جات سلمي على صابرينا كتسلم عليك بزاف صابرينا تحيه صابرينا سلمي على زيدي تحيه كبيره لك صابرينا أجينا. تحيه كبيره لك صابرينا وتحيه لامي جهاد بزاف وتحيه لعمي سمير وعمي رضوان وعمي البشير وعمي هشام وعمي خالد والحاج احمد وتحيه لجميع الممالين عيات مسكينه بالسطح عيات شوفي اش كان بين هنا ولا مظلم شتيوا دابا كلبان شدي نشد واحد الحمامه شوف مسكين الشنيبر واجي 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 الشنيبر الخوته واجي شوف 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 اش دار لكم ناضي اش دار لكم ناضي كنادي تحيه للناس ديال كندا الناس ديال الغربه وتحيه للناس ديال كازا تحيه لهم من هذا المنبر سمحوا لي كنمسح الشاشه في زق التليفون ها الحميمه تشوفوها بهم شيوم دازو هكاك شديش دي بنيتي غنوريكم الخوت الحميمه ها هي اللي طاحت دابا وهذه راه عطيتها تاكل هذا هو الذكير راه عطيته كله هو هذا كيبان كيبان مزيان دابا كيبان مزيان ها هو هذا سحمي صلصالي وراه بانت ليا ها هي فيه قميله شوف شوف شتو الخوت فيه قميله حنا غادي نديرو ليه دابا في سبيل الله واحد اللعيبه في سبيل الله نديرو ليه هاد اللعيبه في سبيل الله هي هادي هي هادي نديرو ليه في سبيل الله
حنا غادي نطلقوه يمشي في حاله ان شاء الله. اللي ديالو حنا ما غاديش نبقاو نقولوا ديك اللعبه ديال شحال من واحد كيشد الحمامه تيقول لك اللي ديالو اتصل بيا. واش ديتي الحمامه طلقها؟ حنا دايرين فيديو دايرين فيديو. ها نتوما الخوت كنشدوا الحمامه كنديروا ليها بحال هكا صافي ندير لها تقطيره هنا صافي سالات الحفله. دابا التقطيره كتمشي لها واش مع الدم الله اعلم معايا اش كتمشي. هذه ديال الشركه ديال طوليسان، هذه ديال قميله، هذه خطيره، هذه ديال قميله. انا راه كنت جربتها واحد العام كنلقى الريش ديال الحمام، الريش ديال الحمام تلقاه متقوب. تنصحوني بها بعض الاخوان ودرتها والله العظيم الى القضيه ولات مخيره. كيف قلنا الباك مانيتيك الخوت هو هذا ديال البنزينك، الباك مانيتيك ديال البنزينك، والباك ديالها هو هذا. ها نتوما كيبان ما كيبانش غير الرقم ديال الارقام. لا ماشي الرقم، كتابه كتابه قراي كتابات ما في التليفون. نقلوب تاش نقلوب الباك. واخا شوفي دابا نقلوب الباك. دابا قراي قراي ليا الكتابه U T S C ألفين. شوفي شوفي في التليفون ماشي في ماشي في الخاتم. شوف التليفون ما كيبانش المكتوب. ندببها ها ندببها هذه. كليكي على على التليفون على كليكي ها هايا يو تي اس سي 2000. شوفي في التليفون التليفون ما تشوفيش فيه. المهم هذيك تاش 2021 طونجي. صافي طونجي صافي الخوت طونجي. هذا هو هذا هو هذا هو الحمامه. السيري ديالها راه كيبدا بصفر 0900 فيها 0900 الحمامه. ها نتوما كيف كتلاحظوا الحمامه راه ما لهنا من تشوفها. انا بانت لي من تشوفها هي بحال فيها شي ضربه هنا اللي يمكن الله اعلم. شو من تشوفها هنا والحمامه راها ضعيفه. ها نتوما الحمامه راها ضعيفه كيف كتلاحظوا الحمامه راها ضعيفه وضعيفه بزاف. راه حطيت ليها الماكله ديالها باقي ما عطيتهاش تشرب، عطيتها الماكله اللي كنعطي الحمامي انا فهمتيني. وراه انا بان ليا بحال باقي ما نطيح حتى السيف هذا لا يكون فيه شي كاشي ديال العيون ولا السماره، ما فيه حتى كاشي كيف كتلاحظوا. وان شاء الله هذا غير غادي يدير صحته غادي يبقى هنا الخوت ما غاديش يطلع من هنا غادي يبقى هنا ان شاء الله. ها هو حنا غادي نعطيه يشرب نعطيه يشرب ان شاء الله غير يدير صحته وغادي نطلقوه قدامكم. وتحيه لكم. الكسكوته ديالنا غدا الشجينه عمرات بالماء هنايا ولا عرفتي صافي اجي شوف 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 اجي لعندي انا نفزك اجي اجي انا ماشي مشكل اجي زيد زيد اجي اجي دخل لتماك عاد كان عليك جيبي صندالة الميكا هذيك تفزك. ها الحميمات كيف كتلاحظوا الحمد لله طايرين. الشنيبرات راه هبطوا بجوج هما الخوت غنحطوا لهم الميه ديالهم والماء ديالهم عادي. وبالنسبه لهذا الحمامه الخوت هذا راه ان شاء الله راه كنطريطي فيه هاد الحميمات. واحد الذكر اللي كان جا لعندي غير رجع ليا راه شفتو ما بانش كنت خليته فوق البارابور لهيها البارح فاش كنت كنصور الفيديو البارح في العشيه مع الثلاثه د العشيه كان فوق البارابور اي بوي طار الله اعلم فين عطى الراس شويه كتبان لي حمامه في ديك الدار 100% انا قلت هو هذاك وليني في العشيه ما بانش في العشيه ما بانش. هذاك كنت عطيته لواحد الصديق ومقصو والمشكل هي الا طاح الزنقه في العشيه غادي نهود ليه عند صحاب صحاب هادو صحاب الحمام وغادي نسولهم ان شاء الله. وتحياتي لكم جميعا اينما رحتم واسترحلتم. خليكم معنا تيهبطوا الحميمات نعطيهم يقصيو. وتحيه لخويا جهاد الله يجيب لك الشفاء. اليوم غادي نمشي ندير واحد التحاليل عنده الله يجيب لك الشفاء خويا جهاد. خويا سمير تحياتي لك. وخويا البشير حتى هو ما نساوش. خويا مصطفى الاصل وخويا ينصر موك الله يجيب لك الشفاء حتى انت كذلك ومثال. خويا هشام وخويا خالد الحاج احمد خويا رضوان الابن ديالو خالد سلاميه هي ما نساوهاش. ها انتم الحميمات ديال عباد الله هادو الحمام ديالنا حنا رشاد اللهم بارك وزيد في ذلك. عرف الله علم الله هذا المطلق ديال بعد غدا كي غادي يدوز نتمنوا انه يدوز في احسن الظروف يا ربي امين. ونتمنوا نديكلاريو الخوت الدوباج دابا عاد تاكدنا بان الدوباج راه كاين البوطاشيه حتى هي كتشتت الدوباج الخوت راه كاين الدوباج اللي يقول لك لا حقه والواد يعني بنادم دابا ما يشريش الحمام. انا
اخا انا نوصيكم بواحد القضيه الخوت بنادم دابا ما يقانيش الحمام حتى يبانوا الابطال ديال بصح من الابطال ديال بالعاني ديال الميكا، لان دابا شحال واحد ما غاديش يعجبو هاد الهضره هادي، حيت الحمد لله ما كنجبدوش اسماء، ما كنقولوا لا فلان لا فاطمة الزهراء لا هبه لا حتى شي واحد، لا جمال لا حتى شي واحد، لا فورات لا والو، يعني ما كنجبدوش الاسماء لان الضباج كاين مادام غادي يكون في كازا غادي يكون حتى في سلا وغادي يكون حتى في قنيطره وغادي يكون حتى في هنا كاع اللي واحد امبوسيبل. حنا ما كنجبدو حد الخوت الله يرحم لكم الوالدين، حيت كاع اللي كيديكلاري بالحمام غادي يقول لي وحقا ولا واد جبدتيني ولا كدير ولا كدق عليا، ما كندقش عليك، راك عارف بان مدينه سلا كاع الناس ديال مدينه سلا كلهم احبائي كلهم عزاز عليا من اتلزيد، وانما الغش ما كيبغيش الله عز وجل، الغش ما كيبغيش الله عز وجل، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين، يعني امبوسيبل انت شاري الحمام وواحد كيطيح اربعه د الحمامات خمسه د الحمامات هاد فين جاي فرق، كنقولوا جاي فرق، وكاين بعض الريزلطات كنلقاو فيها 10 د الحمامات 20 حمامه جات عند واحد، زعما ديك 20 حمامه عندك البوينغ اقول لي شنو من عند من شاري من سيرفيستير ستالون ولا الرومبو ولا شنو داك الحمام عندك ديال 1981 الله اعلم. حنا شوف حنا ما كندقوا على حد، لان مادام قال لك واحد المثل كيف غادي نقول لي تداعيت له جميع الاعضاء بالسهر والحمى، مثلا ملي كيجي شي مرض الله يستر شي بلاصه كينتشر بحال هكا، ملي كتكون شي حاجه راه سمعت انا بالبيدوز راه سمعتها والله العظيم تسمعتها، ولاني درت اذن من عاجين واذن من طين، ما صوقت بان البيدوز كيضربوا جوج ميلين في صدر الحمامه اولا كيعطيو الحمامه تشرب، هذا قال لك كتجي معيطه ولين ديك الحمامه ما كتبقاش خدامه. سكيفي قضيه في الطاقيه الخوت، والله العظيم القضيه في الطاقيه، انا انصحكم بعدم شراء الحمام من عند اي مولوع، واخا واحد اخر يتقلق يقول لي يا حقه سيدي ما هدرتش عليك انت، يشريو من عندك، اللي بغى يجي عندك يجي عندك مرحبا، غير بنادم باش ما يتقولبش. حنا انا ما كنتش عالم على هادشي، واخا الناس كانوا شي بعضين عالمين عليها في كازا وساكتين، في الدار البيضاء كانوا عالمين على الدوباج وعارمين، حنا غاديين بحال انا غادي بحال حميد غادي مقيد بحال حميد غادي انا مولع مع راسي ونشط، ما كنسوق لحد ما كنسوق لحتى شي قمقوم، ونشط مع السطيح ديالي مع حميماتي، ما كنمشيش عند بنادم باش غادي نبدا النافق، وحيت النفاق كاين بزاف المواليع كي ديكلاري ما تيقولكش هو راس الخيط باش ديكلاريت، ما تيجبدش لك باش ديكلاريت، اشنو تيقول لك السلاله جون هايطن كيبقى يجبد لك دوك الاسماء بق مقلق لق هادي سلاله فيها قبق شنو فيها بنيتي؟ جيب لي شي سميه جون ها قلت لكم شنو اقولها هي هذيك هي هذيك جيتي فيها جيتي فيها جون دايزن ها هي هذيك غوتي بها بلي من السلاله ديالاش جون دايزن جون دايزن ها بنتي قالت لك السلاله فيها جون دايزن وشنو اخرى شي سلاله اخرى كنتي كتسمعيها اقولي اقولي شي سلاله في بالك كتسمعي ديال الحمام كنجبدها انا ولا شي حاجه هادي جي الدباج الدباج فيها الدباج شنو اخر قولي ها قولي والله يهدي ما خلق الله يهدي البشر ديالنا كيف قلنا حيت المولوع فيه الكريسماس ها الكريسماس فيه الكريسماس سمعوا سلالة جداد الكريسماس كيف قلنا الخوت واحد القضية يعني المولوع ما كيعطيكش راس الخيط بانك باش غادي تنشر واحد الحاجه انا خصني نقول ما نكذبش عليكم انا خصني نقول واحد الحاجه اللي غادي تكون واضحه باني غادي نشارك في واحد الجريمه ديال واحد كذاب او لا منافق ولا الله اعلم بحالك غادي نمشي نصور عنده فيديو غادي يبقى يقول لهم جون هايطن كوسموس هادي فيها بقمق لق 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 وليني لا اعطيني راس الخيط راه الخدمه راه 75% ديال الخدمه لان غير الا فكرنا غير حنا حتى سيدي نديرو راسنا مكلخين حنا كاع نديرو راسنا مكلخين انا نهضر على راسي ندير راسي مكلخ الحمام ملي كيتم جاي الحمام هو جاي الحمامه جايه سريعه والحمامه ما جايه سريعه واش هذيك فيها التيربو حنا نهضرو في الواقع الخوت واش هذيك الحمامه اللي جايه سريعه اشنو هو السبب اللي مخليها جات سريعه هذاك الشيء اللي بغينا نعرفو بين قوسين ما تقولي السلاله حمام كيجي راه سلاله سالات الحفله لان هاد الحمام هذا غادي لبرا حنا اشنو كان عندنا في ايام العصر الحجري شنو كان عندنا كان عندنا الزع حنا عندنا الزقاطه باش معروف اوروبا معروفه كدير الحمام ديال السباقات الحمام الزاجي كديرو في الحرب وكانت شي دول عربيه تا هما شراوه من تماك معني من تماك خرج حنا كان عندنا غزق طي
ديال العروبيات ديال الخلا وديال العمارات هو اللي كان عندنا. عاد باش بداو كيدخلوا الدراري والطقم الله القضيه غاده خوت الله الا دارني راسي بهادشي. انا ما بغيتش هاد اللعبه ديال هاد الدوباج. بغيتهم يتشدوا ولا داروا التحاليل في الهيئه يديروا حتى في سلا يديروا حتى في سلا ويديروا حتى في المغرب كامل. ما كنهضرش غير على سلا بوحده ولا على كازا. الا كانت كازا غيديروا التحاليل يديروا خويا انا اناشد رئيس اتحاد السلاوي باش يقوم بهذه المهمه ويهضر في هذا الموضوع حتى هو. اما كندق على حد انا كنقولها وما زلت اعاودها اقولها ما كندق على حد لان مادام كاينه في كازا غتكون في بلايص اخرى. انا شيرشيت على الدوباج وقلبت وبداو كيقولوا لي عباد الله والناس ديال كازا كيلوحوا لي التصاور طقم مقلق لق كاين دوباج الله يهدي. تاكدت بان فري كاين وكيستعملوه كازاوا بزاف كازاوا كيستعملوه بزاف وما كندق على حتى شي واحد الناس ديال كازا حيت الناس كلهم حبابي والله اعلم. حيت شكون اللي كيستعملوه باقي ما جبدوش اسماء بالضبط بقينا ما عرفتش شكون هو الشخص اللي دقين عليه في كازا ولا اشخاص دقين عليهم في كازا ما عرفتهم شكون هما الله اعلم. مازال غادي تتضح الامور غادي يقولوا فلان كيدير وفلان كيدير وفلان كيدير. هادشي اللي كاين ما نسيش نطول عليكم نتسناو الحميمه تهبطوا وتحياتي لكم جميعا. اصحابني اش كنصور والله الا وكنهضر بحال الهبيل. انا راه ما كنصورش والله الا صحابني اش كنصور. يلاه هبطت حمامه اما الحميمات الاخرين غادي يهبطوا ان شاء الله ما جايين. البرد اللي كيديهم ما كاينش الاشكال خليكم معنا. وتحياتي لكم جميعا الخوت. خليكم معنا الخوت ما تقطعوش انا معاكم وما تقطعوش. دابا الاخوان صافي الحميمات كلا اللهم بارك دخلوهم تاعهم ان شاء الله. دابا صافي ما كاين لا طير لا والو ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله باذن الله حتى الغدا يتجمعوا وغادي يمشيو للمطلق ديال 290 ونتمناو الخير والتيسير. كاين تبارك الله حميمات هنا اللهم بارك. بالنسبه للمهره غادي نعطيهم هذا الماء هذا اللي ضاربين هذا فيه الكارنيتين. دابا نخليو الحميمات ان شاء الله يرتاحوا ومن بعد ان شاء الله ملي غنبغي نمشي للخدمه. دابا راه تقريبا 3 ونص بحال هكا حتى لديك الخمسة ونص فاش نبغي ندردب ضروري غنضحك عليهم عاوتاني بواحد شويه ديال ديك الاكسترا انيرجي نبدا نضحك عليهم. ولا ما بقاش ليهم الماء غادي هذاك كاين سبيد اللي بقى عندي ليه هو اللي غادي نعطيهم ان شاء الله. هذا مكان هانتوما كيف كتلاحظوا هما كيتهاتفوا على المويها هانتوما كيتهاتفوا على المويها. وتحيه لخويا خالد من سيدي سليمان تحيه للناس ديال سيدي سليمان والناس ديال طنجه وديال العرايش وتطوان وفاس ومكناس. وتحيه للناس ديال كازا والناس ديال الصحراء والناس ديال الحسيمه والناس ديال الغرب. هادشي مكان
وإلى فيديو قادم بحول الله. خليكم معنا إن شاء الله غدا في جمع الحمام مسابقات 290 كيلومتر بإذن الله. وبالنسبة للحمام الآخر غادي نوريكم بعدا قبل ما نقطعوا أجي والخوت. لا داك أنا اللي طلقت هذا الطوبي كياكل مسكينة الطوبي راه هو اللي جاب لي داك السحمي. ها هو الطوبي، ها هو خارج المكتب تيقصي ياك الماكلة اللي طايحة تماك. فين هو بايتري اللي شدي بنيتي؟ غنوريكم بايتري اللي غادي نديرو. هذا بايتريل، هذا ديال الجهاز الهضمي. هذا بايتريل قلنا هذا راه كادو من عند الاخ المهدي ديال المحمديه من ابو ظبي من الامارات، صيفطوا لي الله يجازيه بخير. هو اللي غادي ندير له دوك، كان عطيتو لهم الباح وغنعطيه لهم اليوم. كنديروا جوج بنينين جوج لتر ديال الماء كيف كتلاحظوا الصوره هي هادي. ديما الدواء كنحركوا، اي دواء كنحركوا. هذا راه ديال الباراتيفوز وديال الجهاز الهضمي، هذا راه كيعاودوا عليه خطير وخطير وديك الثمن. ناخذ جوج د الميليم الخوت، ها هي جوج د الميليم هي هذه. راه تقريبا مابقاش فيه، ها هي جوج د الميليم غادي نديرو. راه مابقاش فيه، راه ساهلة يعني مابقاش فيه بزاف. يلا الخوت غادي نعطيهم دابا، راه عطيناهم ياكلوا الحميمات هنا، عطيناهم ياكلوا وغادي نعطيهم يشربوا. وتحية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.